أسباب مختلفة ترتبط بازدياد حالات الطلاق، ما جعل نسبها تزداد بشكل يومي لتصل إلى 4000 حالة خلال شهر آيار الماضي و3000 حالة قبل إتمام هذا الشهر. بغداد تتصدر قائمة المحافظات الأكثر عدداً بحالات الطلاق، إذ إن رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ شهدت النسبة الأعلى للشهر الماضي، إذ وصلت أعداد الطلاق فيها إلى أكثر من 900 حالة، تليها الرصافة بواقع 885. هذه الأعداد شملت التفريق بأحكام قضائية وأخرى خارج المحاكم. عن بغداد هي المدينة الأكثر لكثر عدد سكانها وحجم السكان. الأسباب متعددة، يعني يمكن إجمالها في عنوان رئيسي من وجهة نظري. العنوان الرئيسي هو يعني من وجهة نظري اختلال منظومة القيم وغياب القدوة بالنسبة للشباب بالتحديد. وطبعا هذا مرتبط بأسباب متعددة، منها أولا مثلا أزمة السكن، المشكلة فيما يتعلق بالبطالة، المشكلة فيما يتعلق بأنه المجتمع تعرض لصدمة فيما يتعلق بمصداته القيمية التي كانت تعتبر الرابطة الزوجية رابطة محترمة. قصص مثيرة للاستغراب تحدث بها باحثون ومواطنون داخل تلك المحاكم، لتأتي قصة هذه المرأة وما آلت إليه، فهي واحدة من آلاف القصص والحالات المثيرة للدهشة. حاولت أصلحهم فقشمرها ورجعها وباع كليتها واشترى بيت بيها وخطايا طردها هي وجهالها، فرجعت يعني كلش حالتها الصحية طبعا مو زينة، والأولاد صفوا بدار الأيتام. صارت عندنا قضية مع الطلاق وطلقنا وخذوا حقوقهم الشرعية، ورا يومين جوا قاومونا. زين انا على شنو احول؟ انا مطلق وماخذ حقوقه الشرعيه واتفقنا وبصمه بالمحكمه وطان العقد بالمحكمه، خلاص طلاق. ورا يومين اجوا دقوني حول، يابا على شنو احول؟ حول. فعلى الرغم من ذكر اسباب كثرتها، الا ان السبب الاكثر خطوره بحسب قضاة هو التفريق خارج المحاكم الرسميه، ما يتطلب وبحسبهم تدخلا تشريعيا، وعدها جريمه يعاقب عليها القانون، كما يعاقب على ابرام عقود الزواج خارج المحكمه وفق الماده 10 الفقره 5 من قانون الاحوال الشخصيه. من بغداد سجا جاسم، العراقية الإخبارية.